كابتن محمد العرجاوي المدرب العام لنادي دمنهور، بنقول لك مبروك 3 نقاط غاليين من ملعب كوم حماده. والله الحمد لله رب العالمين، اللعيبه ادت الاعلام كلها برجوله، وانت شايف الماتش مقلوب خالص، حتى موجود فيه جماهير في الملعب، في شرط في لجنه المسابقات تقول لك بدون جمهور، تديك شايف الجمهور قد ايه في الملعب، والامن هيعمل ايه؟ هو لازم احنا اللي نغير من نفسنا الاول، وبعد كده الامن يعمل شو شغله. والحمد لله يعني لعبتنا طلعت ونفذت اللي عليها، حتى الناس البدلاء اللي نزلوا على قد المسؤوليه، يعني الحمد لله. واصبروا على فريق دمنهور، فريق دمنهور كويس، وان شاء الله باذن الله هتسمع عنه كويس، هتشوف تتفرج عليه. شفنا فريق دمنهور تراجع نوعا ما بعد الهدف ورجع لمنطقه الجزاء، هل دي كانت تعليمات من جهاز الفريق؟ لا مفيش مدرب في الدنيا يرجع لعيبته عشان ينضغط، دي عشان العوامل الجوية، عندك الهواء متقلب جدا جدا، الكرة العالية بتمص الخطورة، فلازم تعمل عمق دفاعي عشان الناس تعرف تشيل نفسها، يعني لو في كده أي كرة كانت ممكن تخش فينا. إنما إحنا ده إحنا راجعين بفعل الهواء مش بفعل اللعيبة، هما لعيبة كرة القدم محترمة وكل حاجة، بس برضه صغار السن، كرتهم هايجة، ما فيهوش كرة على الأرض، لو لعبت كرة كنا هنلعب كرة أحسن من كده، بس هو الماتش المباراة خد الطابع الهيجان من اللي بره ومن اللي جوه، والحكم كابتن محمد فاروق برضه يعني إيه كان مميل علينا شوية، بس الحمد لله ربنا كريم يعني والحمد لله. كابتن محمد عرجاوي شايف مين من اللقاء النهاردة كان مميز من فريق دمنهور؟ والله كابتن إسلام أبو وفا كان لعيب كويس جدا، دايرة نص الملعب مميز، محمد صادق فروت كويس جدا جدا جدا، يعني دول يمكن اعلى شويه، انما الناس كلها زي بعضيها.